كان هدف إلي إنه بس يكون مسافر لبرا إنه نوصل لمبلغ معين ونكتفي. سو هون وصل للمبلغ اللي بدنا إياه، رجع قال لي لا، إجا على لبنان قعد فترة، راحوا المصريات، رجع قلت له لا بدنا نزيدهم أكثر. ما كان في شبع مثل ما قلنا، ما كان في على طول بدي، ما عم بشبع على طول، مشاكل كرمال المصاري مشاكل. يعني انت رحت وجيت هالقد جبت، لا بقى بدك تروح تندوبل، ما في رياحه، اصروف ضل بدي، ما اشبع يعني يعني ابدا. انت علاقتك انت وجوزك هو مشان هو مصدر مادي فقط. نعم. توني شو رأيك ناخد شهادتها لأختنا من بعد ما ناخد الاتصال، لأنه الاتصال ناطر على نار. معنا إليان من لبنان. سلام المسيح إليان. سلام المسيح، أهلا وسهلا فيك. ربي يبارككم، هيك ويباركك يا رب. لكم أنا كثير عم بنبسط كل نهار سبت أسمعكم على أحضركم على تيجي. لو بتوطي شوي لو سمحت التلفزيون من عندك لنقدر أكثر نسمعك بوضوح أكثر، تفضلي. اوكي اسمعيني من الاباري، من الاباري اسمعيني. ايه اوكي تفضلي. كنت عم بقول انه انا كثير مبسوطه انه عم بحضركم كل سبت، وهيك عم ناخذ اشياء روحيه، نتعلم منكم اشياء كثير كثير حلوه عن الرب يسوع. نعم. شو تعلمتي اليوم؟ عن التذمر، لانه كان اوقات كثير انا اتذمر عن اشياء بحياتي وهيك، وانا طلبت عن هذا التذمر وحسيت انه فرقت كثير معي لما تخلصت من التذمر، فكتير حبيت الحلقة. أي متى تخلصتي من التذمر؟ يعني قبل الكورونا بجمعة. شو تغير بحياتك وقت بلشتي تشكري؟ نعم. شو تغير بحياتك وقت بلشتي تشكري وتبتي عن التذمر؟ كنت كل شيء يعني انه ليش هيك يا رب عم بيصير معي، ليش هيك، ليه حياة العالم هيك، ليه مثلا مش مبسوطة بحياتي، ليش هيك، انه على كل شيء. بس حطيت عيني على الرب وسلمت حياتي كلها للرب، انه انت يا رب ملك على هيدا المشكل او على هالشغله. امين. كل شيء تغير بحياتي. امين. يعني انا هلا من وراء حديثك هيك طويلي روح القدس شغلي، الانسان متذمر مثل اللي تقتل، اللي بيتذمر كمان مثل القتل عم بيقتل حياته. اللي الانسان المتذمر عم بيزني مثل الزاني ساقط. مشان هيك التذمر مش مسحة اخوتي. امين امين. اليانا بنشكرك على اتصالك، وبنكمل مع اختنا نسمع شهادة حياتك كيف تغيرت حياتك مع الرب يسوع. بس راحوا المصريات تغيرت حياتي، بس خلصوا المصريات، بس خلصوا المصريات، لانه مثل ما قلت كان معه مصاري، وبس اجى على لبنان واستقرينا بلبنان صرنا نصرف بلا مدخول، لانه بعد انه هو صار له 20 سنه حله يرتاح. نعم. وبس راحوا المصريات بلشت المشاكل. مشاكل لدرجه انه وصلت لطلاق يعني كرمال مصاري حتى. نعم. فنشكر الله من بعد ما اختبرت الروح القدس وتعرفت على الرب بجامعة العنصرة أكيد. نعم. عرفت أنه المصاري ما لها قيمة، ومثل ما بقلنا الرب ما تعبد ربين، يا الإله يا المال. فأكيد المال كان سبب سعادتك وفرحك بحياتك. لا. ده عمرك رانيا لو بدنا نكشفه على هو ما بيأثر. 43 43 سنة المال ما عطوكي فرح؟ لا. مين عطوكي هلا انت فرحانه؟ اكيد هلا. مين عطوكي فرح؟ اكيد يسوع المسيح. مين عطوكي سلام ببيتك؟ اكيد يسوع المسيح. مين جمالك بيتك؟ اكيد يسوع المسيح. الحكمه قدروا زبطوا لك حياتك؟ لا ابدا ابدا، لا حكيم ولا دكتور ولا اي حكيم. اكيد بس الرب يسوع هو الحكيم وهو اذا انت كنت مسيحي على الهوية قبل؟ مسيحية بس على الهوية. هلا اليوم بيسهر عملك بالمسيح؟ 10 شهور. 10 شهور، يعني انت عمرك 10 شهور. نعم. شيء حلو، نشكر الرب.